طيب برضو يا دكتور احنا عاوزين نوصل لحتة كده، ان لو خلاص في طلاق عاطفي ممكن تكون كان بأسباب عندهم أولاد فقرروا يعيشوا هكذا، الأولاد اتجوزت، ممكن يعملوا ايه لعل وعسى الحياة ترجع تاني، ولا ما بيعدي عمر خلاص؟ ما لا ما انا هقول لك حاجه بقى، مرحله بقى ان ينتظروا ان الولاد تكبر. الولاد لما تتجوز هما كده هنقول ان هما قدروا يعالجوا الطلاق العاطفي بنسبه 20 30%. الناس دي كملت مع بعض ايوه والناس دي مشيت، والناس دي اصلا هي كده كده العلاقه او الجواز بيقلب بعد ما الولاد بتتجوز بيقلب كده زي صداقه، زي تحس كده وهم مستمتعين، بيبقى كل الناس مستمتعين بهذه الحالة، تحس بقى الخوف اللي طالع من القلب، تحس ان الطبطبة، تحس ان الحنية، تحس ان لو الطرف التاني بيعرفوا قيمة بعض. الولاد بقى طبعا مش موجودة في البيت، فممكن ده بكل يحسن الوضع. بتلاقي ان هما اهتمامهم بيزيد ببعض، بس هما طالما استمروا مع بعض لهذه المرحلة ايوه وما انهاروش يبقى ممكن يبقوا احسن مع خلاص، بعض. لا دول خلاص عدوا مرحلة الامان. معانا ايمان مد اهليه، اهلا يا ايمان.